الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال مدير ديوان الرقابة المالية السابق صلاح نوري إن السياسة التي ستتبعها الموازنة العامة لعام 2022 إذا ما انخفضت أسعار النفط إلى دون $60 ستكون تقشفية، أي أنه لن يكون هناك مصروفات للمشاريع الاستثمارية. وبين أن الموازنة ستتضمن أيضاً باب الاقتراض الداخلي إذا ما تطلب الأمر للحفاظ على ديمومة الرواتب واستمرارها. وهذا الانخفاض جاء في وقت تعد الحكومة فيه موازنة العام المقبل، ورغم أنها حددت سعر برميل النفط $50. أعلنت وزارة الزراعة في حكومة كردستان العراق رفع الحظر عن استيراد محصول البطاطا بعد حصول شح في أسواقها وارتفاع أسعار هذا المحصول. وجاء في بيان للوزارة أنه بسبب نقص محصول البطاطا المحلية وبهدف السيطرة على أسعارها التي أخذت بالارتفاع بشكل يومي، فقد تقرر رفع الحظر عن استيراد هذه المادة على الرغم من طلب وزارة الزراعة ببغداد التراجع عن قرار السماح باستيراد المحصول. هذا وكان سعر الكيلو الواحد من محصول البطاطا قد ارتفع في محافظات شمال العراق إلى 1000 دينار. قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو إن أسعار الغذاء العالمي ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في شهر تشرين الثاني لتظل عند أعلى مستوياتها في 10 سنوات. وأضافت المنظمة الأممية أن ارتفاع أسعار الغذاء يأتي مدفوعا بالطلب القوي على القمح ومنتجات الألبان، مشيرة إلى أن مؤشر أسعار الغذاء سجل 134 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقارنة مع 132 نقطة في شهر تشرين الأول. توقع صندوق النقد الدولي أن يكون العام 2022 أكثر صعوبة، محذرا من أن بعض الدول قد تواجه انهيارا اقتصاديا. وقال الصندوق إن نحو 60% من البلدان المنخفضة الدخل تعاني بالفعل من أعباء الديون أو معرضة لهذا الخطر بشدة، مقارنة بأقل من نصف هذه النسبة في عام 2015. وأوضح أن التجارب الأخيرة لتشاد وأثيوبيا وزامبيا أظهرت أنه يجب تحسين الإطار المشترك لمعالجة الديون فيما بعد مبادرة تعليق خدمة الديون، معترفين بالإطار المشترك أن الإطار المشترك لم يحقق بعد وعوده. أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن متحورة أوميكرون من فيروس كورونا قد يشكل خطراً على الاقتصاد العالمي. وأشارت يلين إلى أن هناك غموضاً بشأن تأثير أوميكرون على الاقتصاد، ورجحت يلين أن السلالة الجديدة من الفيروس قد تزيد من المشاكل في سلسلة التوريد وتتسبب بنمو التضخم، وقد تسهم في تراجع الطلب ما سيؤدي إلى تباطؤ النمو. وهذا وكانت الأسواق العالمية قد شهدت تراجعا بعد اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا في أواخر شهر تشرين الثاني الماضي، التي تعتبر أكثر عدوى حسب المعلومات الأولية. قفزت أسعار النفط عالمياً مدفوعة بإعلان أوبك بلس بشأن مراجعة خططها لزيادة الإنتاج بعد تراجع الطلب بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل 0.2% لتصل إلى $69.79 للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.4% لتصل إلى $66.77 للبرميل. ختام الموجز، إلى اللقاء.